تدير هكا على فيك كل حاجه تعيشها تسقمها حتى حاجه تطيح تعاود تسقمها لا لي كاناليزاسيون لي جو معنا اون ايريتي مع 80 ومام دي رومان لازم نعرفوا مي راهم يفو لي سيبلي يفو لي ماركي سو لا دي. قبل أن نتحول بكم مشاهدين على المباشر إلى بن عكنون ويلتحق بنا زميل أحمد بوطاف، أعيد وأذكر بالمخطط والاستراتيجية التي وضعتها مديرية أمن ولاية العاصمة، والتي وضعت مخططا استعجاليا لتحويل حركة السير وفك الاختناق بعد حدث انهيار التربة على مستوى طريق الرابط بين زيرالدا وبن عكنون حسب ممثل أمن ولاية العاصمة. وقد تم حسب ذات المصدر تسخير حوامة هليكوبتر من حظيرة الوحدة الجوية للأمن الوطني للعاصمة لتقوم بعملية استطلاع شاملة إلى جانب عتاد ضخم. وحسب المتحدث تم توجيه حركة السير من أحياء تعرف اختناقا منها العاشور السبالة بن عكنون نحو طريق الإجنبي، حيث تم تدعيم هذه المنافذ بوحدات أمن خاصة لتسهيل حركة السير، مع العلم بأن كاميرات كانت قد نصبت لمراقبة حركة السير على مستوى طريق زيرالدا الدار البيضاء وضمن التدابير المتخذة فتح الموقف التابع لحديقة التسلية لبن عكنون أمام حركة السير لخلق منفذ مباشر نحو طريق الاجتنابي المؤدي للعاصمة عبر محيط مقر معهد العلوم السياسية والإعلام. معنا على المباشر زميل أحمد بوطاف. سؤالي الأول، أين وصلت أشغال الصيانة بهذا الطريق؟ مساء الخير زميلي محمد، مساء الخير لمشاهدي تلفزيون نهار كما تتابعون من هنا وعلى المباشر. الأشغال متواصلة من أجل إصلاح الحفرة التي هنا على مستوى طريق بن عكنون الرابط بين زيرالدا دار البيضاء. هنا العمال على قدم وساق من أجل الإتمام في إنهاء الأشغال في الأجال المحددة التي أمر بها طبيعة اليوم وزير الأشغال العمومية والنقل بجمعة طلعي. كما تلاحظ زميلي محمد فالرافعة تحاول الآن وضع كتل أو قطع من الحجر الكبيرة من أجل تقوية قاعدة الأرض حتى يتمكن من بعد ذلك من إضافة ربما التربة حتى يتم أخيرا إعادة وضع التجفيف في على واجهة الطريق. على ما أظن أن الأشغال تشهد نوعا ما تأخر ربما لنقص تقنيات متطورة نوعا ما، إلا أن العمال هنا يقومون بكل ما بوسعهم من أجل الانتهاء من الأشغال في أقرب الأجل حتى يتمكن من الانتهاء وربما التخلص من الاختناق المروري الذي تعرفه العاصمة اليوم، خاصة أن يوم غد هو يوم بداية الأسبوع والذي تعرف فيه العاصمة اختناق مروري شديد جدا، مما سيضع السلطات المحلية هنا على المحك من أجل الإنهاء وبشكل سريع الأشغال وفي أقرب الأجل حتى تمكن من انتهاء من هذا الكابوس. ربما زميل أحمد بوطاف، قبل المباشر كنت أتحدث مع عدد من المهندسين والمختصين في البناء والتعمير ويتابعون على المباشر منذ يوم أمس وكذلك منذ صباح اليوم عملية الصيانة والأشغال. هناك من قال لي أن الأشغال تتم ببطء كبير ويعني من المستحيل أن يتم فتح الطريق قبل ظهر يوم غد، لكن تساءل الكثير لماذا العديد من الشركات الخاصة الجزائرية، هذه الشركات المعروفة في الجزائر عملها في الطرقات، لماذا لم تقدم يد المساعدة للشركات العمومية وكذلك كما نتابع ربما بوسائل تقليدية بدائية؟ بالضبط زميلي محمد، هو ما طرحناه صباحة اليوم على إطارات سابقة
بشركات إنجاز كبرى كانت تشتغل في الميدان، ميدان هذا الأشغال العمومية. كان لنا لقاء مع السيد عبد الله وحيد الذي كان رئيس مجمع كوسيدار سابقا، والذي تساءل عن سبب غياب شركة كوسيدار عملاق الأشغال العمومية بالجزائر عن مثل هذه الأشغال التي تعرف تأخرا كبيرا كما تلاحظون معنا بسبب نقص العتاد والتقنيات الحديثة التي تمتلكها شركة كوسيدار. أنا أتحدث عن هناك شركات خاصة مختصة في إنجاز الطرقات، إنجاز المشاريع الكبرى. لماذا هذه الشركات الخاصة التي فازت بالعديد من مشاريع الطرقات في الجزائر، لماذا لم تقدم يد المساعدة لإتمام أشغال هذا الطريق في ظرف وجيز؟ نعلم أن هذا الطريق المسمى أسبي بن عكنون يعتبر عصب في العاصمة، لأنه يوم غد في حدود الساعة 4 والـ5 صباحا المئات الآلاف من الأشخاص يعبرون عبر هذا الطريق لتوجه إلى مقرات عملهم، لإيصال المئات من الآلاف من التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية. لماذا هذه الشركات الخاصة المعروفة في الجزائر، يعني سؤال مطروح من قبل الملايين من الجزائريين، لم تقدم يد المساعدة؟ نعم بالضبط زميلي محمد، هناك كبريات الشركات الخاصة التي تنشط على الساحة الوطنية والتي فازت بشكل ربما كبير بمناقصات عدة وكبرى لإنجاز مشاريع طرق بمختلف ولايات الوطن، إلا أنها اليوم غائبة هنا من أجل إصلاح هذا الحادث أو هذا الحفرة التي حدثت هنا على مستوى الطريق السريع الذي يربط في بن عكنون. لماذا هذه الشركات ربما اليوم لا تسارع في المساعدة بالآلات وبالشاحنات وحتى بالعتاد أو العمال، في حين أنها تسارع لإيداع ملفات من أجل الظفر بمناقصات إنشاء مشاريع طرق قبل هذا؟ المطلوب أن ربما والمفروض من هذه الشركات اليوم الحضور وإحضار كل العتاد وكل الوسائل التقنية واللوجستيكية من أجل المساعدة وإعطاء دفعة للسلطات المحلية من أجل الانتهاء من هذا الكابوس الذي يؤرق حقا المواطنين بشكل أول، وحتى السلطات المحلية والعمومية بشكل خاص، خاصة وأن يوم غد هو يوم بداية الأسبوع، ستكون حركة المرور جد كثيرة وسيكون الاختناق قوي. المطلوب وربما نداؤنا نحن كصحافة وكحتى مواطنين بما أننا لسان المواطن على هذه الشركات أن تلتحق بالفور من أجل المساعدة في الانتهاء والإتمام من هذه المعضلة إن صح القول. نعم زميل أحمد، فقط يعني لو نطلب فقط من الزميل المصور أن يقدم لنا بصورة واضحة عملية الأشغال هناك، وكذلك يعني نريد نعرف هل الأشغال امتدت إلى الطريق المقابل هناك، لو يسمح لنا الزميل المصور. تفضل أحمد بوطاب. تفضل. نعم زميلي محمد، الأشغال تزال متواصلة فقط في نقطة الحفرة أين يحاول العمال إعادة ربما ملء الحفرة بالحجارة كما تشاهدون الآن على المباشر بهذه الرافعة كخطوة أولى لإعادة إصلاح الطريق. من فضلك زميل أحمد بوطاف، تبعت في التغطية المباشرة الصباحية على قناة النهار تدخل وزير النقل والأشغال العمومية أبو جمعة طلعي الذي أعطى أوامر وتعليمات للمسؤولين على الصيانة والأشغال بفتح الجزء الثالث من الطريق السريع المقابل للطريق الذي وقع فيه الحادث. هل تم فتح الجزء الثالث من الطريق المقابل لتسهيل عملية تنقل المواطنين وكذلك المناصرين إلى ملعب 5 جويلية الأولمبي؟ ليس بعد زميلي محمد، فالوضعية لا تزال على حالها،
لأن الشاحنات والآلات التي يستعملها العمال من أجل إصلاح الطريق مركونة في تلك في الرواق الثالث من الطريق المقابلة للحفرة، وبالتالي يبقى ربما مرور سيارات جد بطيء، وجد هناك اختناق مروري يبقى كبير جدا خاصة في الساعات الأخيرة من نهار اليوم، أين ربما يستعد العديد من المواطنين. لحد الآن لم يتم فتح الجزء الثالث من هذه الطريق. لا ليس بعد زميل محمد. وكما نتابع عملية توسيع الحفرة قد تمت، والآن تتم عملية الردم. هذه الطريقة التي انتقدها العديد من الخبراء والمهندسين لأنهم طالبوا بتشخيص دقيق لما حدث ليلة أمس، وطالبوا بوقت كبير لدراسة ربما نوعية التربة والأسباب الحقيقية التي كانت وراء انخفاض التربة. ابقى معنا زميلي أحمد بوطا، فتحول إلى ضيفي هنا في البلاطو الأستاذ والباحث والخبير في الجيولوجيا الأستاذ رابح جابا. أهلا بك، سعيد أنك تكون معنا في بلاطو قناة النهار. أهلا وسهلا أستاذ. أنا أبدأ معك وسؤال كل الجزائريين، أنا أترك ربما كل تصريحات المسؤولين على مستوى الأشغال العمومية والموارد المائية لولاية العاصمة سأتركها جانبا لأعود إليها بعد قليل. أنت كخبير في الجيولوجيا، أعود إلى تمام 9:06، أين حدث انخفاض وانجراف للتربة في طريق المسمى أسبي بن عكنون. سؤالي الأول هو أستاذ، يعني أين ذهبت كل تلك الأتربة ليلة أمس؟ هناك ما يسمى بامتصاص للتربة. هو في الواقع التربة لا تذهب، هناك أنواع كثيرة من التربة. التربة كاين نوع اللي يوصل حتى لما نعطيه الماء يشرب وينخفض إلى 30%، كاين نوع من التربة أكثر من 30% ينخفض. ولاحظت أنا شخصيا في حياتي عدة عمارات اللي بقوا فوق الأرض انخفضت التربة وبقوا غير اللي بيلي متاع مشادينها الأرض تحت مشات. طرق عديدة وقعت نفس الشيء كذلك في المدن تنخفض التربة. الشارع اليوم في عادي تمشي على غضون القاه منخفض، لماذا؟ لأن تحت الشارع هذا أو تحت الطريق هذا نوع من أنواع التربة اللي تمص الماء، ولما تمص الماء تبتلعه ويحللها نوعا ما يخرج تتحلل لأنه صباحا تحدثت مع بعض المهندسين، هم الذين يعني نصحوني بأن أستضيف خبير في الجيولوجيا. أين سؤالي هو أين تسربت هذه مئات الأمطار المكعبة من الأتربة؟ أين تسربت؟ أين ذهبت؟ الأطنان عشرات الأطنان من الأتربة، يعني لو أطلب فقط من الزملاء لو نستطيع رؤية الحفرة يعني ليلة أمس، يعني أين تسربت هذه الأتربة؟ وفي الواقع من المفروض قبل ما نتكلم كلام كما هذا نشوف المكان حتى نعرف أولا من أين جاء الماء. يعني أنا سمعت البارع يتكلموا كاين واد وكاين الواد ما يمرش تحت الطريق ويدي التراب تحت، إلا مر واد تحت الطريق ولا طبقة مائية ما ولتش واد. حتى نعرف منين جا هذا الماء بالضبط وكيفاش حل التربة هذه وين خرجت. هذه قبل ما المفروض ما نتكلم نشوفها، بكل أسف ما شفناهاش لأنه الماء هذا حتى لو في الطريق بجانب الطريق يكون نوع من أنواع التربة اللي تمتص المياه تمتصها من جانب الطريق بعيد على وين يكون الأسفلت ولا القدرة، وتجي تدخل تحت الأرض وتتشبع نوع هذه من أنواع التربة الممتصة المياه تتشبع وكاين منها ينتفخ وكاين اللي جزء منه يتحلل، ولما يتحلل ما بقاش مكانه يعني يضيع كثير من قيمته من الكمية الموجودة. أحيانا يمشي كثير منه في صورة عكرة معكرة
نعم، لكن أستاذ يعني في هذه الطريق هي ليست أرض طبيعية ولا أرض ربما صلبة، هي أرض مضغوطة. الأرض مضغوطة، وهذاك اللي يساعد كثير المياه لما توصل لها باش تحللها. يعني لو ما كانش مضغوطة كانت مرخوفة، يمكن الماء اللي ما يدخل فيها تزيد وسعها شوية، ومن بعد لما تنشف. لما كانت مضغوطة الماء لقى سبل، يعني اللي ما يدخل هناك تبدأ هابطة، تبدأ تنزل، والضغط هذاك اللي خلاها تصير القضية هذه. أنا شفتها فقط في التلفزيون، ما نعرفش حتى المكان، وأظن المكان اللي وقعت فيه القضية هذه ربما كانت وقعت فيها أشغال وعمروه بالتراب باش طلعوا الطريق. يعني ما نظنش باش، يعني الطريق القديمة لما حفروها وعملوا عليها الطريق ما نظنش هذيك اللي هبطت. هذا مكان إما طلعوا باش يعملوا قنطرة، وإما طلعوا هكذا وحطوا تراب باش طلعوا الأرض شوية. هذيك هي المشكلة. المشكلة هنا لأن التربة هذه جديدة، والتربة الجديدة لازم تكون من نوع خاص ويكون عندها بناء خاص. ما نجيش نحط تربة برك ومن بعد نحط، لا، فيها حاجات اللي لازم من المفروض، يعني كان من اللازم اختيار تربة تقاوم الماء، اختيار نوع من أنواع التربة اللي تقاوم عدة، مش عدة موش الماء فقط. كثير من الأشياء يقع خصوف الأرض أيضا في 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 الزلازل، يقع خصوف الأرض في تحلل التربة فقط، من مجرد تحلل لما تكون تربة كربوناتية مثلا تتحلل كامل وتكون حتى فضاءات بداخل الأرض اللي نسميها كهوف، حتى يوصل للديامتر متاعها أحيانا كيلومتر وأكثر، كلها يأكلها وتمشي وتروح مياه صافية تحلو ويروح فيها ميكرونات متاع ويروح على البحر مياه صافية. ولكن حلل الجبال كلها، حللها وتلقاها تحت الجبل كلها فارغة. إذا احنا مش عارفين بالضبط هنا منين جاء الماء أولا. لما يكون الإنسان في المكان يعرف منين جاء الماء. ربما سأجيبك في هذه النقطة. هناك من يقول أنه هناك واد يبدأ من العاشور، يمر على واد الرمان، ثم يتجه نحو 5 جويلية. إذن ربما هذا الواد يمر تحت الطريق. واد لأن لما يكون تحت الأرض ما نسميهش واد. الواد يكون فوق الأرض. لما تحت الأرض باش عملوا عليه طريق أو عملوا عليه بناءات أو عملوا عليه أي لازم ردموه. لما ردموه ما بقاوش واد. هنا الواد نعتبر واد اللي يكون يمشي فوق الأرض، فوق السطح. لما يمشي تحت السطح ما بقاش واد. إذن هنا مش هو المشكلة، مش في الواد اللي كان جاي الآخر، مشكلة في مكان تسربت منه المياه إلى تحت الطريق، تعمرت تحت الطريق، تعمرت بالمياه، فهذه التربة انخسفت، نوع من أنواع التربة اللي ينقص بزاف، تنقص الكمية متاعه لما يدخل الماء. ولهذا أحيانا توجد مثلا لما نبني باطيما زيادة على أننا نضمي مليحة التربة تحت منها، نزيدوا نحطوا الأسمنت والأسفلت وإلا سيمة ولا حاجة، نعملوا التروتور، نعملوا كذا، ما نخلي باش ما يدخلش الماء. لو كان يدخل الماء تحت الباطيمنت قال الباطيمنت كل قال نفس الشيء، نحاولوا كيفاش ما نخلوش الماء يدخل. ولذا حاجة الأولى لازم نشوفوا الماء ننجا. هذا واد، قضية واد أنا نظن لازم تحدث. واد ما يمشيش تحت الأرض ولا يعني غمرناه بها ويمشي. لكن هناك من يعني يقوم بتشييد بنايات، تشييد الطرق فوق الوديان، وهذا معمول به فوق الوديان بعد ما يردمها، ما يشيدش فوق منها ولا ما ماشي. لكن أستاذ هناك ما يسمى بالقانون الطبيعي، يعني الواد بعد سنوات يعود إلى مجراه الحقيقي. الواد بعد سنوات يوجد مجرى له اللي اسهل له باش يخرج، باش ياخذ مجرى اخر، ياخذ مجرى اخر. ولهذا يعني مش الوادي اذا حيتوا اليوم من حطيت التراب لازم يرجع المكان، يوجد مكان صالح له اللي يقدر يتعدى فيه، اما بجانب واما فوق واما تحت واما، لكن يمر الماء ما يبقاش الماء. يعني
يقولوا بعض الجيولوجيين من أكبر الأشياء اللي تأكل التربة والحجارة والماء. شوف طري ناعم كذا، ولكن يمر فوق الحجر حتى يعمل يحفرها الماء، ولهذا هو يحفر، ولما تحفره يبدأ يفتش ويجد مكان رخو أكثر يعبر منه، يعبر منه يبدل المكان، ما يبقاش دائما لازم يرجع المكان، ولا لا لازم يخرج بس يبدل المكان. نعم أستاذي، حبيت نطرح عليك سؤال، أنت كخبير في الجيولوجيا، هل يتم الاستعانة بكم في إنجاز مثل هكذا مشاريع طريق سريع، بنايات ومشاريع كبرى يعني في الجزائر؟ تمت الاستعانة شخصيا بي لما كنت في الشركة نخدم في مسألة بناء السكة الحديدية إلى بشار. نعم هنا طلبوا منا وعملنا لهم حفر ودرسنا لهم التربة من حتى بالشارع. هنا استعانوا بنا في بناء معهد الفلاحة في الحراش. طلبوا منا وعملنا دي سونداج ودرسنا لهم التربة وقلنا لهم كيفاش يبنيوا. فقط هذو المرتين اللي طلبوا. هل يمكن لك أن تشخص لنا، أنت كخبير في الجيولوجيا، أن تشخص لنا ما وقع يعني يوم أمس بالتفصيل؟ أنا أعتقد باللي الماء دخل من جنب الطريق، ما جاش من تحت، دخل من جنب الطريق، تبلت الأرض مليح وانخسفت. أنا أعتقد هذا. لكن قلت لك يعني باش ناخذ قرار نهائي لازم الإنسان يروح في عين المكان ويدرس القضية. يجب يعني تحويل ربما عينة من التربة إلى المخبر الوطني للأشغال العمومية. لا العينة نتاع التربة نعرفوهم العينات الكل، يعني مش لازم عينة من المكان هذا، نعرفوا العينات الكل، واحد الجيولوجيا ودرس التربة كل ودرس الحجارة كل ودرس المعادن الكل. إذا احنا التربة لما تقول لك كذا نقول لك واش فيها كذا واش فيها بدون ما يعني ربما لو نتابع بعض الصور. تفضل وعلق أستاذ. هذه هي بعض الصور، أطلب من الزملاء. لكن تفضل أستاذ. أنا شايف هنا فيما يخص الصورة الأولى هذيك شفناها أنه تحت الطبقة تاع القدرون شوف حاجة بيضاء. نعم هذيك الحاجة البيضاء هذا بينا نعرفوا شنو هو، اللي هي سيما عرمي وإلا تربة من النوع اللي خلاتها بيضاء. من بعيد ما نقدرش نعرفها، لازم نتم نشوفها. وحاجة ضرورية لبناء الطرقات، يعني نظن اللي بناء الطريق صحيح عمل شيء عادي شيء طبيعي، لأنه من القدرة ما نجيش نحطه على التراب، لازم تحت منه نبني الطريق يبنى. إذا كنت العمارة نبنيها عمودية، الطريق نبنيه أفقي، نبنيه بناء لازم يبنى، مش نجي برك نمشي النيفلز كما يقولوا ومن بعد نمشي وراها نحط القدر وكذا. يبنى، وهذا في عادة يغمقوا، يجدوا يغمقوا ينحيوا التراب ومن بعد يعديوا طبقات من كذا وطبقات من كذا حتى يعني ومن بعد يحطوا القدر. هنا الطريق ما يهبطش، حتى البارح لو كان الطريق معمول بطريقة ربما علمية كما نتكلم ربما تخصف الأرض والطريق ما يتكسرش، نبقى نمشي فوقه لأن الطبقات اللي نحط عليها الأسفلت ولا القدرة قوية تشد لأنه بناء. لكن البارح نشوف يعني ربما كانت من تمشي عن الناس اللي بنوا الطريق من تمامش، ولكن كانت قضية عميقة شوية لتحت شوية. هل هذا ربما هناك إنذار خطر على مستوى كل الطريق؟ هذه هي الطريق ما بين زيرالدا إلى الدار البيضاء، على مستوى كل طرقات الجزائر وحتى اللي في وسط البلاد يقدر غدوة في دوش مهارات تحت طاب الحفرة. المهم يوجد مكان اللي يدخل منه المال تحت الأرض، علاش أغلب الأماكن عندنا مسفلتين يعني قدروني وإلا يكونوا بالأسمنت معمولين باش ما يدخلش من تحت الأرض. لو يدخل من تحت الأرض في أي مكان تقدر تغير خاص. ربما كذلك قبل أن نواصل النقاش نتابع ربما التعليمات الصارمة التي وجهها المسؤول الأول
على قطاع الأشغال العمومية والنقل أبو جمعة طلعي، حيث طرحت هذه التعليمات ربما الكثير من التساؤلات للخبراء في هذا المجال، واصفين قرار طلعي لترميم الحفرة بالبريكولاج. التفاصيل مع إبراهيم برقاش ومحمد بومج. نورمالمون سي تو سباس بيان 8 9 تاع الليل كل كمل هو كلام إنشائي بعيدا عن أي لغة تقنية، تعليمات صارمة من المسؤول الأول عن قطاع الأشغال العمومية والنقل بجمع طلعي، وأمام عدسات الكاميرا تحدث عن طريقة معالجة ما أصبح يعرف لدى الجزائريين بحفرة بن عكنون العملاقة التي كشفت مرة أخرى أن البريكولاج هو عنوان ردود فعل مسؤولين على جميع المستويات. احنا الشيء اللي يهمنا انه الطريق تعاود تفتح غدوه الصباح. هذا هو الهدف بتاعنا. كاين اطار تاع ساعه من ربع ساعه يحبس الماء بعد ما يجري خلاص. حوالي 8 تاع الليل 9 تاع الليل يجيو يعوضوا الطريق يخدموها بال مشكل تقني له حل في 24 ساعه، شيء يحدث الا في الجزائر، خاصة إذا رأينا المعدات والوسائل التي تم تسخيرها. نشوفوا في الترميم الآن، ترميم المكان الحفرة هذه، هو رانا نلاحظوا في بريكولاج رهيب، لأن رانا خدمنا اليوم رانا شفنا بالفاس يخدموا، وهذا غير مقبول على حسب حجم الكارثة. هو المفروض كي تكون كارثة كما هكذا يكون إمكانيات الكارثة موجودين في القانون بالنسبة للكوارث الطبيعية اللي موجود في الجزائر منذ 2003. التسرع في ترميم هذه الحفرة دون أي دراسة تقنية مثل ما هو معمول به في كل دول العالم التي تحترم حكوماتها شعوبها يطرح أكثر من تساؤل. ربما نعود إلى الطريق الوطني الرابط بين الزرالدة وبن عكنون لننقل لكم على المباشر أشغال ترميم وكذلك صيانة هذا الطريق بعد حادث انزلاق التربة يوم أمس مخلفا 14 جريحا، تم تحويلهم إلى عدد من المستشفيات في الوطن في بني مسوس وكذلك ببن عكنون. والآن كما تتابعون على المباشر عمليات الصيانة والأشغال متواصلة، إذن نتابع هذه الصور للجرحى هناك. كنا اللوطور كنمشيو، كانت شويه صبت الشتاء على الكوتي، كان الماء، جينا انا السيد جبدنا على الكوتي، خرجنا في الماء بدات تلعب طوموبيل تقلب في الماء. لا كان الماء في الطريق، الماء تعمر اللي با تاع الكوتي هذوك تعمروا بالماء، خرجوا للطريق، خرجنا في الماء تقلبت. السلامات يعني مع مصرك الماضي؟ لا سعاد الحمد لله. كنا نمشيو طحنا اخو، كنا نمشيو شغل حفره طحنا بداو يطيحوا عليا طوموبيلات، حسبي الله ونعم الوكيل، هذا واش نقدر نهضروا يا هذه واش. كنت مع بنتي عمرها 4 شهور ومرتي يا اخو، الحمد لله هكذا ولا اكثر يا اخو، قدر الله ما شاء فعل. وبالحديث عن ضحايا هذا الحادث، تلتحق بنا سيدة فلورا بوبرغوت رئيسة الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعاقين بركة. سيدة فلورا مساء الخير. مساء الخير. فقط قبل أن أطرح السؤال اسمعينا فقط. نعم. عبر الهاتف. نعم. قبل كلش نطلب الشفاء للجريحين ان شاء الله، ربي يشفيهم ان شاء الله. بصح واش صرانا يعني ان شاء الله ما نزيدوش نشوفوا هاد الصور هذوما، ستين اكسبتابل. كنا نشكيو من الناس اللي راهم يسوقوا كي المهابل وكي يقتلوا في الناس، ولو الطريق ما يشترحام اليوم طريق اكتشوف
راح راح المساكن الخدمه تاعهم راح كل واحد شغلاته حتى ولاو طوموبيلات في الحفاري ليزيتود ولا ليزيتود ابروفوندي قبل ما تبني حاجه سواء مترو ولا طريق ولا البون ولا يفو ديزيتود ابروفوندي حدا كالمواطن كالمواطن كالشعب خلاص هاد التصويره ان شاء الله ما نزيدوش نشوفوها سي تيرميني. ربما سبقتني قبل أن أطرح عليك سؤال أستاذة، لكن ابقي معنا، سأعود لأطرح عليك العديد من الأسئلة، خاصة نوعية الطرقات هذه التي يتم إنجازها من قبل العديد من الشركات الخاصة هنا في الجزائر، لكن سيرفع على ما سمعنا أذان صلاة المغرب للعاصمة فلننصت لصوت الحق. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الجزائر وضواحيها. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع. عودة إليكم مشاهدينا لاستكمال هذه الجولة الإخبارية المباشرة من قناة النهار، والتي نخصص لها حيزا كبيرا للحديث عن حادث انزلاق وانخفاض التربة بطريق المسمى أص بابن عكنون والتي خلفت 14 جريح. قبل الأذان كانت معنا السيدة
فلورا بوبرغوت، هل هي معنا؟ نزلنا في الاجتماع. أهلا بك. يعني قبل الأذان سيدة فلورا كنا نتحدث ربما عن ضحايا حوادث المرور وكذلك ضحايا الطرقات. الآن ربما هناك سؤال، كيف يتم إنجاز الطرقات في الجزائر التي أصبحت تخلف ضحايا؟ لا كما قلت لك سابقا، كانوا حق عنا دي موفي كونديكتور، عنا الناس سايقين يعني ما مش يتبقوا في قانون المرور، ما مش هما اللي راهم يسبوا في 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 الموت، يسبوا في الإعاقة. 4000 ضحايا سنويا وما اكثر، يقولوا اشخاص معاقين. دوكا رجعنا للطرقات كي سون بلو سيغ، نو روت نو سون بلو سيغ، وهذا الشيء صار في العاصمة. دونك وين تروح دوكا؟ اي ولايه قادر تصرع شويه الامطار تحجروا ولا الطريق توسد هفرت؟ سبحان الله العظيم، وين انا رايحين هكذا؟ وين انا رايحين هكذا؟ رانا زعفانين كحنا كمجتمع، كمجتمع المدني رانا زعفانين بزاف. يفو دي وهذا الشيء هذا يفو دي كما نقولوا حنايا فيغ اون انكيت، اون انكيت ابروفوندي، واش صرا، علاش صرات هذه الكارثه هذه؟ سي انكسيبتابل كما قال سي بو عبد الله بوغ لي كاناليزاسيون، كيفاش داروا لي كاناليزاسيون؟ اسكو يو دي زيتود؟ شكون اللي يخدم تلقانا هذوك؟ كيفاش راهم يخدموا فيهم؟ هذا الشيء كامل لازم نعرفوا احنا كمجتمع. ماشي قدر الله، على كل حال بصح ربي يقول لك سبب وانا نعين، سبب الخير سبب الخير، سبب الشر سبب الشر. تو تا دي زيتود باش تبني المترو، باش تبني لي بون، هم لي بون تاعنا ولاو يهبطوا، الطرق ولاو يهبطوا، واش وين انا رايحين هكذا؟ افون دو رياليزي دي روت كيما قلت لك انايا، يفو دي زيتود ابروفوندي. خلاص هاد الصور هادو ما نزيدوش نشوفوهم الابد في بلادنا. ربما سيجيبنا الباحث والخبير في الجيولوجيا معنا هنا. ابقي معنا أستاذة فلورا. هذه هي الطريق بالذات المعروفة بأس، يعني أودت بحياة العديد من الجزائريين. ربما في الكواليس تحدث لي أستاذ ربما عن لماذا إنجاز هذا الطريق على شكل أس. لماذا أنجز الطريق على شكل أس؟ في عهد الاستعمار كانوا ينجزوا ويخلصوا في حق الإنجاز بالمتر. إذن عنده 50 كيلومتر يعملها على أس باش تولي 60، باش تولي 70، باش يربح السوارد. وهذه الشركات الكبرى الأجنبية اللي تنجز في بلادنا ما يخفاش عليها هذا كله. لما يجي يعمل لي مثلاً من التفرع نتاع البليدة بن عكنون ويمشي لي حتى القرب من كبدارة تطلع له مثلا 100 كيلومتر، لا هو يخلص 150 كيلومتر باش يعملها لي اس باش ياخذ صوارد بزاف. صحيح. لكن عندنا مراقبين، عندنا اللي يستلموا الطريق بعد ما يخلص. ما يعرفوش هذه، ما نستلمش الطريق. عندي من الاتجاه كلها ممكن نعمل الطريق مقدود تماما، علاش نعملوا اس؟ ولهذا هذه تابعه للناس نتاعنا اللي يعملوا البرمجه واللي يستلموا الانجاز. ما نستلم حتى انجاز من عند واحد اذا كان زادني متر زايده تلاعب منه. هذه تلاعب ياخذ الصور بزاف. صحيح. هذه اس هذه. والغريب انك لما تمشي في الطريق شفت الدره على الدروات، عارف اللي وراها جاي على لاغوش. انت ماشي جاي على الدروات، مش جاي يزيد على الدروات، ولا دائما وحده ورا وحده لهنا. يعني شيء غريب اللي يعني ما يفهم والو يفيق بها في غياب المراقبه. ربما استاذه فلورا تابعتي تدخل الاستاذ الباحث رابح جابا، غياب ربما المراقبة في إنجاز العديد من الطرقات في الجزائر، خاصة كما قال إنجاز طريق على شكل أس، ربما مرده فقط هو الرفع من قيمة المشروع ماليا. نعم،
رقابه. انا احنا كمواطنين احنا رقابه، شكون يراقب؟ هما المسؤولين، احنا رانا في يديهم، احنا رانا نمشوا في الطرقان بكل امان. هاك تشوف واش صرا، قادر صرا ليك، صرا ليا، اي واحد قادر صرا له اليوم. وين وين نمشيو دوم اوني بلو ان سيكوريتي سو نو روت. سبحان الله العظيم لا سيكوريتي. كانوا هادو لي شوفار هادوما هما اللي كانوا يسبوا في في الموت. ودوك الطريق اللي راح نمشي فيها وليت غدوه ان شاء الله نولي نخاف. كامل الجزائر يولي يخافوا باش يمشوا في الطرقان. هاكو شوفوا حتى اللي فوق ولاو يطيحوا لنا. وين انا رايحين؟ هذا رقابه ثم رقابه ثم رقابه. الى سوفيونس يفوك لي جون سوا اللي راهم يبنيو يسوا دي بروفيسيونيل، ما يلعبوش بالارواح تاع الجزائريين. خلاص بركات من لا سوفرونس، بركات من الموت، وبركات من الاعاقه. سي ان كري دو كولير كو نو لانسون اوجوردي اترافير فوتر شين. وتبارك الله فيكم. شكرا جزيلا لك يا سيدة فلورا ببرغوت، رئيسة الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعاقين. عودة إلى ضيفي أستاذ، ربما الآن بعد هذا الحادث يعني كيف ستتم أشغال الصيانة كما نتابع على المباشر؟ لا هو الصيانة في الواقع لما تكلمت عليها أنا دي اللي تكلموا عليه وقال لك دي بريكولاج، هذه هي الصيانة. أنا أنا نبني طريق جديد. الطرق في الجزائر والحمد لله بناء شبكة طرقات رائعة من ناحية الكمية، من ناحية وجودها في كل مكان، تصل لكل مكان. لكن قبل ما نبنيها هناك دراسة. هذه الدراسة هذه تتدخل فيها مصالح متعددة، خاصة مصالح دراسة التربة. عندنا لابوراتوار رائع نتاع الأشغال العمومية، علاش ما نعملش سونداج في كل 50 متر من راح نعدي الطريق ونعطي له لاكاروت نتاعي يدرسها واش هي التربة اللي تم، وهو يعطيني لي ريكومونداسيون كيفاش نخدم الطريق. الطريق هذه ما درسوش الأرض اللي تحتها، لو كان درسوا الأرض اللي تحتها ما نظنش تقع هذا الخصف. إذا يجب أن تكون دراسة جيولوجية قبل بناء أي مشروع أي طريق. أي بناء دار، لما نبني دار لازم دراسة جيولوجية. نبني دار فوق فعلق أو فوق مكان كيف كيف، أي هزة أرضية يتهدم، نبني مسجد، نبني عمارة، أي بناء، نبني سد، أي بناء تسبقه دراسة جيولوجية. أنا رايح نبني، ما رايحش نبني معلق في السماء، رايح نبني فوق الأرض. إذن هذه الأرض اللي نبني عليها كيفاش نهيه؟ كيف رايح نبني؟ ومن بعد كان هناك أسئلة نجاوب عليهم. ماذا نبني؟ نعم. أين نبني؟ كيف نبني؟ صحيح. هذو كل نجاوب عليهم. هذه أنا دراسات الوقت هذاك، دراسة اللي أنا نسميها الدراسات المقاومة للزلازل. هنا في كل بلد ما يدرش من الأصل، كوننا الجزائر العاصمة، أنا في الجزائر ما وقتلاش دراسة جيولوجية. أي بلاد يعملوا الآن تنشأ ما يعملوش دراسة جيولوجية إذا كان المكان هذاك من ناحية تكتونية ستابل. نحن نبني بلاد وغدو تحرك الله راح البلاد كلها، علاش؟ والناس يموتوا، نقتل الناس. ولهذا من المفروض أي بناء نبنيه لازم الدراسة الجيولوجية، وين رايح نبني، ومن بعد كيفاش نبني. أنا العمارة اللي اليوم يتكلموا لي مانيش عارف، الناس كل ولاو خبراء، الناس كل ولاو خبراء. على كل حال ماذا بينا الناس كل خبراء، هذه حاجة تفضح. ولكن نجي نتكلم مع مختصين يقول لي نعمل الأبوال. الموجة السيسمية كما نقولوا السرعة متاعها 5000 متر في السكوند، لما توصل لافوال هذيك تولي 8000. صحيح. هاد لافوال اللي حطها لي هدم لي الباطيمه، وشكون عملها لي؟ لارشيتيكت. صحيح. وقول لي بنيتها مقاومه للزلازل، راه قويت لها الزلزله باش هدمها. نعم استاذ، من خلال هذه الشروحات والتفاصيل التي قدمتها لنا، ربما اطرح بعض الاسئله على زميلي احمد بوطاف. احمد
مساء الخير. ربما ضيفي الخبير والباحث في الجيولوجيا قال أنه قبل أن نقوم بإنجاز أي طريق أو أي مشروع يجب أن نقوم بدراسة جيولوجية، يعني دراسة الأرضية التي سنقوم بتشييد وإنجاز عليها هذه الطريق. يعني قال يجب أن نطرح ثلاث أسئلة: ماذا نبني، كيف نبني، وأين نبني. أنا أعيد ربما صياغة هذه الأسئلة: مادام نحن نتحدث عن هذا الحادث وانخفاض التربة في طريق بن عكنون، سؤالي هو ربما الآن كيف نرمم هذه الطريق وأين نرممها؟ ربما هل المسؤولين على هذا الطريق طرحوا هذه الأسئلة؟ نعم زميل محمد، هو كيف ترمم هذه الحفرة؟ هو ترمم بطريقة كلاسيكية، وضع الحجر فوقها الرمل بطريقة سريعة ربما تستفادي ربما تسرب المياه التي ستؤدي ربما إلى انفجارها أو حدوث نفس السيناريو مرة أخرى. لكن أين نبني هو السؤال الأهم. ما لم يأخذه المسؤولون هنا بعين الاعتبار هو قنوات الصرف القديمة التي تعود للعهد الاستعماري أو العهد التركي، والتي تتسبب في غالب الأحيان في مثل هذه الحوادث. عشناها في سنة 2001 بباب الواد، وقبلها أيضا في عدة مناطق من الوطن. يجب على سلطات ربما سلطات محلية إعادة فتح الخريطة والبحث ربما على القنوات القديمة التي يجب ربما إعادة غلقها نهائيا، والتنقل إلى شبكات أخرى يعاد بناؤها بشكل ربما متطور وعصري يتماشى البناء العصري وتطور ربما المدن والبنيان هنا بالعاصمة، خاصة في البنايات أو ربما في المدن الكبرى كمدينات العاصمة التي تتربع على شبكة ربما معقدة من القنوات الصرف الصحي القديمة التي تعود إلى فترة استعمارية وفترة تركية. يجب على السلطات إعادة النظر في هذه الشبكات. ربما في هذا الإطار أيضا نعود إلى سنتين أو ثلاث سنوات أين تستمر أشغال مترو الجزائر، ربما هي أيضا مثال، والتي صدمت الأشغال بشبكات الصرف الصحي للمواطنين الذين ربما يسكنون على سطح المترو، وتسببت أيضا في كوارث وحوادث مماثلة. من الأفضل ربما أين نبني يجب دراسة تحتية تحت التربة لمعرفة شبكة المياه والصرف الصحي ومعرفة كذلك نوعية التربة. نعم زميلي أحمد بوطاف، الوزير وزير النقل والأشغال العمومية أبو جمعة طلعي أعطى ربما قال في حدود الساعة 9 ليلا سيتم ربما إنهاء الأشغال في هذه الطريق، بعد أقل ربما حوالي ثلث ساعة سينتهي هذا الموعد المحدد من قبل المسؤول عن القطاع. هل ربما برأيك يتم فتح الطريق في هذا الموعد المحدد؟ نعم زميلي محمد، كما نتابع الآن وعلى المباشر فعملية وضع الأحجار الكبيرة من أجل ربما تقوية قاعدة التربة لا تزال متواصلة، وأنا أشكر ربما في ربما الانتهاء من إصلاح الطريق في حدود الساعة 9 ليلا. ربما يجب تقوية عدد العمال والآليات التي تقوم بوضع هذه الحجارة في الحفرة حتى يتمكن ربما الانتهاء ربما في حدود الساعة ربما الواحدة ليلا أو الثانية ليلا. شكرا جزيلا لك زميل أحمد بوطاف على كل هذه التفاصيل. أطلب فقط دائما من الزميل المصور أن يعطينا ربما صور مقربة من مكان الأشغال، وكذلك إن أمكن لرؤية كذلك الطريق المقابلة، هل هناك حركة سير بطيئة أو مفتوحة كذلك لجميع المواطنين والسائقين كما تتابعون على المباشر. منذ الصبيحة ننقل لكم مشاهد مباشرة من مكان الحادث، والآن عمليات الترميم والأشغال والصيانة التي تتواصل. وعود المسؤولين هو أن تكون الطريق مفتوحة لكل السائقين قبل صبيحة الغد. كي نختم ربما هذا الملف،
كلمة أخيرة تريد أن تختم بها أستاذي الفاضل؟ كلمة أخيرة في الموضوع، ربما لو كنت وزيرا لأعطيت نفس الإرشادات لأني وزير، بمعنى أني غير وزير عمري ما نقول نكمل في وقت كذا. المسؤول لا يوعد، المسؤول لا يوعد، هذا مش مسؤول. ما نوعدش حاجة نعملها في يومين ومتحقق ونخاف ربما ما نوصلش. كلام المسؤول راه القانون، عمري ما نقول نكمل في ساعة ولا ساعتين ولا عشرة، نعمل كل الإمكانيات متاعنا باش نكملوها بسرعة، لكن ما نعطيش ساعة. تصور من اللي يحطوا القدرة برك باش ينشف وباش يقدر ياخذ وقت، كيف يمكن أن نحضر هذا العمل هذا من الغدوة؟ تصور هذيك الحجارة اللي وضعوها الكبيرة هذيك، لما يعمروا الحفرة بها تهبط الأرض بالحجارة. صحيح. الأرض والحجارة زي تهبط، زيد حط حجارة. يعني مانيش عارف كيفاش لازم. في مثل هكذا ربما حوادث يجب أن نأخذ وقت ونتريث والعمل يكون متقن. في حاجة كما هذه أنا ما نطلبش من الدولة باش يكون كل وزير مختص في ميدانه، لازم يكون محاط بمختصين وهما يقول لهم قرروا وقولوا لي. صحيح. أنا أعتقد هذا، لما الوزير عنده مشكلة ما نطلبش منه يقوم بها هو، هو وزير، هو للسياسة. صحيح. للتوجيهات السياسية العامة. شكرا جزيلا. لكن لما نأخذ قرار مثل هذا يأخذه اللي مدورين بيا، يا جماعة أعطيوني كيف تكون القضية. شكرا جزيلا لك بهذه المداخلة القيمة. نختم الأستاذ الباحث والخبير في جيولوجيا رابح جابا، كنت ضيفي في هذه الساعة الإخبارية المسائية على قناة النهار. شكرا جزيلا مرة ثانية أستاذ. شكرا لك ولكل مستمعي قناتكم.